المدرب الجديد بالشكل الجديد ده، وكمان إذا كنت متابع لاعبنا المصري محمد النني لاعب أرسنال. نعم، إن نظرنا أعتذر، إن تذكرنا أرسنال حين كان يلعب ليس في نهاية فترة الحالية، ولكن ليس في الفترة الحالية ولكن 10 أو 15 عام، كان مانشستر يونايتد وأرسنال هما الاثنان يتحاربان للحصول على اللقب، وكانوا يلعبون كرة جميلة جدا. ولكن اليوم الحياة بالنسبة لمانشستر وللفريق الآخر هي نقول يعني حياة كروية صعبة، فمانشستر سيتي وتشيلسي ولاعبين وفرق اخرى تلعب بقوه، وبالتالي لا اعتقد ان ارسنال يمكنه تحقيق اللقب هذه المره هذا الموسم. ولكن لازلت ارى ان المدرب الذي لديهم هو مدرب قوي، واللاعبين ان يلعبون بطريقه صحيحه، لكنهم من استصعب ان يفوزوا باللقب، وهذا هو يعني ما اراه حاليا. عايزة أعرف منك برضو إنه إحنا دايماً لما بنتكلم على الدوري الإنجليزي